الإنسان الحقيقة ينبغي له أن يعتمد على الله ثم يجعل على تحقيق العمل الصالح. هذا العمل الصالح يجعلك تذكر ولو يعني تغيبت. الآن مثلا يعني الآن نذكر مثلا الصحابة اللي هما عاشوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ونذكر يعني التابعين بعدهم الذين مثلا عايشوا الصحابة، ونذكر أتباع التابعين، وإحنا وهكذا. يعني مثلا الإمام مالك، مثلا الإمام مالك مثلا من أتباع التابعين، ولكنه كأنه يعيش معنا دائما. الموطأ وشروح الموطأ وقراءة الموطأ، وخرجه في الموطأ وذكره في الموطأ وقال في الموطأ. يعني طيب قد دائما ذكر الإمام مالك مستمر، وكذا كذلك خرجه البخاري وذكره البخاري وبوب على البخاري وصححه وهو في الصحيح. يعني تبقى هذا الذكرش تبقى مستمر. يعني الإنسان قصدي يعني دائما الإنسان يذكر بعمله، يعني لا ينسى، لا يمكن. يعني فلهذا مهما كان يعني العمر لا بد ينتهي، يعني ليس له دواء، ما في أحد يعني يدوم ويبقى يعني أبد الأبدين، ما فيه. يعني الله تبارك وتعالى جعل هذه السنة من سننه يعني الكونية في كل أحد، أنه لابد يموت، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، وهكذا. فقصدي أن العمل لما يعني إنسان يؤسس عمل صالح، يعني هذا العمل دائما تبقى يذكر به، يعني لا يموت، ما تيموتش، تبقى دائما. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. يعني إذن الإنسان لا يموت، يعني مات جسده ولكن ذكره الحسن يبقى. مثلا واحد بنى مسجد، مثلا هذا المسجد سيبقى، يعني المصلون يصلون به على طول الظهور طول يعني الأزمنة، وكل من دخل وصلى لهذا الرجل فيه نصيب الذي يعني بناه. هذا مثلا ألف كتاب، يعني كل من قرأ هذا الكتاب واستفاد منه له نصيب من الأجر. هذا مثلا حفر بئر، كل من شرب من هذا البئر فله فيه نصيب. هذا بنى مثلا جسر في قنطرة، فكل من مر في هذه القنطرة فله فيها نصيب، وهكذا. يعني كل الأعمال الصالحة إذا الإنسان اجتهد فيها فإن له فيها يعني نصيب، يذكر بها ويكثر له من الدعاء. يعني ولهذا الإنسان يحاول قدر ما يستطيع أن يؤسس أعمال الخير وأن يكون على الخير، لأن يعني من يسمع بذكرك يدعو لك. يعني الآن في التاريخ كل المنذكر الرجال الصالحين ندعو لهم. يعني مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية، الآن الأمم كلها تذكر يعني شيخ الإسلام، الناس يعني كلها تدعو له وتترحم عليه. يعني قصدي أن العمل الصالح الإنسان لما يؤسسه يذكر به. فلهذا تقول أحد يعني الناظمين: إنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعاه.